العلم اللي معاك لأي دولة؟ دولة العراق الشقيق، أهل النخوة والمروة، وأنا إلي بنات تنتين بحلب. من وقت ما صار الزلزال ما تركوا أهل سوريا، هن أهل النخوة والشرف، نحن دمنا واحد، دمنا عربي، وبتمنى من كل العرب يمشوا بخطى دولة العراق الشقيق. الله إن شاء الله يكثر خيره ويجبر بخاطرهم يا رب. العراق هاي الحاجة بسوريا، حاجة سورية بمجرد طاها علم عراقي قالها هذا العلم لأي دولة؟ طبيعي الموضوع لحد الآن هذا علم دولة العراق الشقيق. شعب الكرم، شعب الغيرة، شاهدنا مؤخرا الزلازل اللي صارت بحلب وبسوريا وشلون فزعوا العراقيين فزعة وراحوا بسياراتهم الخاصة وعبروا الحدود وتعرضوا لأنواع المخاطر حتى يفزعون لأخوتهم السوريين. هذا شيء خارج عن المألوف. أكو دول طلعت وتبرعت ودزت طائرات الشعب العراقي تحسه رايح نزهة، تحسه طالع يتونس وهو عابر كل هاي المسافات من الكيلومترات بس حتى يوصل مساعدات إنسانية لأخوتهم السوريين اللي تعرضوا لزلزال مدمر. هاي الفزعة عند أهلنا السوريين حاضرة وراح تبقى بأذهانهم وراح يتنقلوها لأبنائهم والأبناء أبنائهم. هذول العراقيين يا أخوان من نوقع بمشكلة بأي مكان كنا، احنا مطمئنين لأن نعرف أكو عراق أو أكو عراقيين راح يفزعونا وراح يجونا وراح يوصلونا وراح يمطونا كل شيء احنا ما طلبناه. بمجرد هم عرفوا أكو شعب محتاج وكون نوصل له ونقدم له المساعدة. العراق هو بلد حضاري وبلد شقيق، وأخواتنا العراقيين نتشرف بأهالي القيرة، احنا نتشرف بيكم، هم أهالي النخوة ولا يرضون الذل أخوانهم السوريين اللي نوقفهم معهم في الأزمة منذ 2011 لهذا اليوم. نتشكر أخواتنا العراقيين أخوت السمرة ولد الغيرة أهل الغيرة. أخوتنا السمرة ولد الغيرة أهل عراقيين، يعني نبقى دم واحد سراقين إن شاء الله. شو رأيك بالشعب العراقي؟ شعب محب يا أخي. أحس بإني سأله شو رأيك بالشعب العراقي، هو بداخله يريد يحكي هواي حكي. يعني شنو رأيك بالشعب العراقي؟ أنا منو حتى أقيم الشعب العراقي؟ الشعب العراقي عبارة عن كتلة من الغيرة، عبارة عن كتلة من الكرم. أنا شنو حتى أقيم الشعب العراقي؟ بالنتيجة جاي يطلع اللي بقلبه. الشعب العراقي كريم، الشعب العراقي ودود، الشعب العراقي مضياف، الشعب العراقي أهل نخوة وأهل غيرة وأهل فزعة. هذا الشعب العراقي، هذا الشعب العراقي. أنا متأكد هذا الحكي مو جديد على العراقيين من يسمعوني وأني أحكي على العراق، مو جديد عليهم لأن هو هذا إحنا اللي دا نعيشه بحياتنا اليومية. اي انسان يطلب المساعده، اي انسان يريد انه واحد يوقف وياه راح يلقى اخوته العراقيين كلهم ايد وحده ويساعدون البعض. وبدت الغيره العراقيه تخرج عن حدود العراق، تصل كل البلدان العربيه الشقيقه. اي انسان يطلب الغيره مو الا موجود بالعراق، لا باي مكان على الكره الارضيه راح تلقى العراقي اول واحد يركض وحافي حتى يقدم له الغيره. ودود شعب شفناه جنب الشعب السوري بجميع الصدمات، كانه من قبل الارهاب ولا من خلال الزلازل اللي تعرضنا لها الفتره المضيت ولا من كل المواقف الوطنيه اللي بتخص سوريا وشعب سوريا. شعب يعني انتماء وطني بكل المجالات. شو بتعرف عن الشعب العراقي؟ شعب شهم وكريم. شعب شهم وكريم وهيك اللي بنعرفه عنه كل شيء طيب. الف تحيه لاخوتنا وأشقائنا السوريين، إحنا واقفين وياكم الآخر لحظة، إحنا واقفين وياكم الآخر موقف، ما راح نترككم، راح تستمر قوافلنا عبر الحدود وتقدم لكم المساعدة، أي مساعدة، إحنا موجودين وياكم للنهاية.